是非常麻烦的。الفيزيولوجي هو normal function of the body. طالب خلال موضوع الفيزيولوجي الهدف منه نتعرف على normal function of the organs. يعني normal function at organ level, tissue level, وحتى at cellular level. يعني راح تتعلموا بالفيزيولوجي هو normal function at organ level or tissue level. حتى يصل إلى مرحلة at cellular level. أما at molecular level راح تاخذون بالبايوكيمستري. يعني تقريبا البايوكيمستري هو الفيزيولوجي مال المولكيولز داخل الجسم. بينما الفيزيولوجي هو الفيزيولوجي مال الاورجانز تشو سير إلى حد الخلية. من يبدي المولكيول هذا موضوع البايوكيمستري اللي راح تاخذون بالمرحلة الثالثة. فالفيزيولوجي هو النورمال فانكشن اوف اورجان. عندنا مثلا الريسبيرتوري فيزيولوجي راح تعرف من خلاله شلون الريسبيرتوري سيستم يشتغل الجسم. اذا عرفنا النورمال راح يجي الباثوفيزيولوجي راح نقدر نميز النورمال من الابنورمال. وعاده الادويه تصححوا عن النورمال. الادويه ترجع الابنورمال فانكشن الى النورمال. يعني مثلا مالتك انزادت بالجسم ينتهي الدواء يقلله حتى يرجعوا له النورمال ليفل حتى الاورجان يبدا يشتغل بشكل صحيح مثل النورمال فيزيولوجي. فالريسبيرتوري فيزيولوجي حتى يبدي بينه احسن شيء لازم نبدي بالاناتومي. واكيد كنا اخذتم انتم الاناتومي العام. يقسمون الريسبيرتوري سيستم الى ابر اند لور اير واي. ابر اير واي يشمل ثلاث قطع اللي هي فارنكس ولارنكس ويشمل نيزل كافيتي. اجزاء اخرى موجوده بالابر ريسبيرتوري سيستم هي ما لها علاقه بالريسبيريشن. مثلا الاسوفيجاس الابيلوتس الاورال كافيتي هي كلها موجوده نفس المكان اللي بين بالابر ريسبيرتوري سيستم بس ما لها علاقه بالريسبيريشن. الابر ريسبيرتوري سيستم هو ثلاث قطع واللور ايضا هو ثلاث قطع. الابر هما الفارينجز واللارينجز والنيزل كافيتي. واللور هما اللنج والتريكيا واللنج والبرونكاي او البرونكيول. الصفات الهوائيه والتريكيا عندنا اجزاء موجوده اجزاء الريسبيرتوري سيستم العلويه والسفليه. مرات نقول هذا الشخص عنده ابر ريسبيرتوري تراكت انفكشن. مرات عنده انفكشن نعم مرات نقول هذا الشخص عنده ابر ريسبيرتوري تراكت انفكشن معناته الانفكشن بعد ما توصل للتريكيا والبرونكيول وللرنج فقط موجود بالفارنكس واللارنكس. عنده throat infection أو عنده pharyngeal infection laryngeal infection. هذا المريض عنده upper respiratory tract infection عنده التهاب بالأجزاء من respiratory system موجودة خارج lower respiratory system بعد ما توصل lower respiratory system. بس مريض عنده كورونا هذا نقول عليه هذا عنده lower respiratory tract infection لأن دائما ينزل للنك. فإذا يتميز المكان من نظر المصطلح لازم يميز المكان نعرف ايش المقصود من عنده. يعني بدل ما نقول هذا الشخص عنده فارينجز انفكشن ان لارينجز انفكشن نقول عليه عنده ابر ريسبيرتوري تراكت انفكشن. او اذا عنده التهاب بالقصبات بالرئه راح نقول عنده لور ريسبيرتوري تراكت انفكشن. فاذا الاناتومي مهم حتى نحدد المكانات مال الاجزاء الموجوده داخل الريسبيرتوري سيستم. النيزل كافيتي هو جزء مهم من الريسبيرتوري سيستم. لأن النيزل كافيتي راح ينظف الهواء اللي يدخل داخل اللنج. اللنج ما عنده هذاك الإمكانيات حتى ينظف الهواء اللي يدخل، لازم ينظف من البداية. فالنيزل كافيتي بالحقيقة الممر كله مال الهواء الباسج مال اير إلى أن يصل للفيولا كله عملية تنظيف. لكن يبدي بالنيزل كافيتي، النيزل كافيتي بينه ميوكس الغبار البكتيريا الجراثيم تلتصق بها وتخفف نفس المكان. النيزل كافيتي ايضا عنده دور اخر بالريسبيريشن اللي هو تدفئه الهواء. يعني الهواء اذا الجو بارد راح يصل لللنج نفس درجه الحراره بالصيف وبالشتاء ما له علاقه. فشو يصير حار؟ فشو يتدفى الهواء؟ عن طريق الميوكس؟ لا هو عن طريق الشعيرات اللي يكملون النيزل كافيتي تفضل
بنسبة 30 هو واحد من الأجزاء الموجودة بجسم جسمنا highly vascularized. يعني إيش highly vascularized؟ يعني كثير بنوعية دموية. vascular يعني وعاء دموي. highly vascularized يعني كثير بنوعية دموية. هذا شو راح يساعد؟ راح يساعد إنه الهواء اللي يدخل للرئة يكون دافئ لأنه الدم بينه حرارة. على شكل ATP. راح يحصل ATP يسوي حرارة. حتى الهواء اللي يدخل داخل الرئة يكون دافئ. هاي البلد فيزل الكثيرة اللي موجودة داخل النيزل كافيتي من واحد يصير عنده إنفكشن مثلا يصير عنده نزلة برد يصير عنده نشلة إنفلونزا ما مرات يصير خشمكم يصير إيش السبب؟ أي مكان يصير بينه إنفكشن البلد فيزل يصير بيها فازو دايليشن تتوسع. ليش تتوسع؟ على مود المسامات تفتح حتى الفلويد يخرج والبلاد ما تجمد على المبارك خلي غادي يدخل رجع البلد فيزل من تنفتح المسامات الخلايا المناعية حتى تهاجم الميكرو أورجانيزم البكتيريا والفلويد حتى ينظف هذا المكان وعادة المكان هذا اللي يصير بينه التهاب يورون أيضا نفس السبب هاي البلد فيزل صار فيها فازودايليشن والفلويد كان طلعت من البلد فيزل للخارج زين هاي العملية بتصير بالنيزل كافيتي راح يصير خلف انسداد بالأنف ليش؟ لأنه البلد فيزل كثيرة بهذا المكان فكلها تتمدد إيش يصير؟ هاي الفتحة تنغلق وهاي هاي الحالة دائما تيجي مع التهابات اللي تصير بالأبر سباريتوري سيستم يعني هاي نزلات البرد النشلة زكام ما ينسدشكم مرات معاها هذه يسمونه نيزل كونجيشن وكو قطرات بالصيدلية يسمونه نيزل دي كونجيستنت يستعملونه حتى يقلل هذا الاحتقان كونجيشن يعني احتقان يعني سنوات مع برا بالشارع نشوف ازدحام سيارات واقفة ترافيك لايت ما كنا نفتح نقول عليه بالانجليزي ترافيك كونجيشن احتقان مروري فاحتقان الانف يسمونه نيزل كونجيشن اكو خطرات موجوده بالصيدليه تسوي فازو كونستريكشن ومن ضمن الادويه اللي تستعمل للقلب يعني زيد الضغط لكن هنا استعملوا لوكالي على شكل قطرات حتى هاي الاوعيه الدمويه تنكمش حتى ينفتح الانف حتى الهواء يمشي بشكل صحيح ليش نحن الهواء يدخل عن طريق الانف لازم مش عن طريق الفم لانه عن طريق الانف راح يترطب وراح يصير وير في دفة ويتنظف من الغبار وعملية التهوية نفسه يأخذ فترة طويلة من الأنف إلى أن هذا الهواء يدخل للنك يعني هو هذا الهواء تستنشقه ويروح الجيوب الأنفية يستقر غادي إلى أن يصير دافئ رطب بعدين يدخل للنك يخرج الموجود هو يدخل المكان وهذا وهكذا تستمر العملية فالنيزل كافيتي هو أحد أجزاء الريسبيراتوري سيستم المهمة لأنها دور بعملية الريسبيراتوري function of the respiratory system is عند the respiratory system اللي هو lower respiratory system هو مهم كلش واللي هو يكون مسؤول عن طريق عن عملية respiration يعني main function of the respiratory system هو respiration respiration يكون يتم عن طريق lower respiratory tract الجزء السفلي اللي هو يكون نش من التريكيا يدخل يتشعب إلى left and right bronchial يعني الليفت هاند ايدك اليسرى على هاي الجهه عندنا الليفت برونكيول والجهه اليمنى عندنا الرايت برونكيول فعندنا ليفت اند رايت طبعا كل برونكيول راح يتشعب ايضا الى برونكيول كل برونكاي هذا نسميه برونكاي وهذا نسميه برونكيول اسمه يصغر الى ان يدخل الى تيرمينال برونكيول بعدين يدخل الى respiratory sac أو يسمونه alveoli. فالأجزاء اللي تتفرع الجانبية بها أسماء إذا كانت من الجهة الظهرية من الظهر يسمونه posterior من الأمام يسمونه anterior من فوق يسمونه apical من جوه يسمونه lower bronchial أو terminal bronchial يعني هذا اسمه تريكيا هذا main bronchi يتشعب إلى bronchial البرونكيول تشعب إلى terminal bronchial والتيرمينال برونكيول تدخل إلى ساك أو كيس من الهواء اسمه الفيولاي فهذا هو تقسيم اللور ريسبيراتوري سيستم إذا نلاحظ عندنا الكوندكتينج زون اللي يشمل التريكيا البرونكس والبرونكيول والتيرمينال برونكيول
هذول كوندكتنج. يعني ايش الكوندكتنج؟ يعني يوصل الهواء من النيزل كافيتي او من الخارج الى الداخل. وعندنا ريسبيراتوري زون اللي مسؤول عن عمليه الريسبيريشن اللي هم منه ريسبيراتوري برونكيول ولا الفيولار داخل. تفضل. ولا الفيولار ساك. عمليه الريسبيريشن تتم مع نهايه البرونكيول ما بس بالالفيولاي. يعني ايش قلت مال الاكسجين مهم. عندنا 3 ملايين الفيولاي ينطي مساحه صفحيه كل شيء الاكسجين حتى يتبدل من داخل الدم الى الخارج. لكن هي عمليه الريسبيريشن تبدي اصلا من الريسبيريتوري برونكيول. ليش سموه الريسبيريتوري برونكيول؟ لانه يحدث عمليه تلف غازي فيه. هو بمجرد ما الغشاء يصير رقيق يسمح للاكسجين يصير فيه ديفيوجن راح يطلع السيو يخل محله الاكسجين. والفيولر داك والفيولر ساك هذول مسؤولين عن تبادل الاكسجين. فانكشن اوف ريسبيريتوري سيستم فيرست غاز اكسشين هو من اسمه ريسبيريتوري سيستم جهاز تنفسي. التنفس يشمل تبديل الاكسجين بالCO2. يعني ناخذ CO2 من البلد نعطي اكسجين المكان. وهذا الاكسجين ريسبيريشن يشمل الريسبيريتوري سيستم يشمل الريسبيريشن من بدايه دخول الاكسجين او الاير الى النوز الى ان يصل للخليه. يعني الى ان يصل للغاز اكسشينج. فالريسبيريتوري سيستم عنده مالتيبل فانكشن. غاز اكسشينج اللي هي اكسجين CO2 اسيد بيس بالانس. ال CO2 يدخل في تركيب البيكربونات. ال CO2 يدخل في تركيب البيكربونات. البيكربونات هو بيزيك. ف بوجود CO2 مع الماء راح يكون عندي H2CO3 اللي هو unstable molecule. وال H2CO3 يتحول لH+ HCO3-. فالأسيد بيز بالانس جزء كبير من عنده أيضا يتعلق بالريسبيريتوري سيستم. فونيشن الكلام الصوت ايضا السباكو سيستم هو دوره بينه. بالمونري ديفنس البالمونري ديفنس تبدي من النيزل كافيتي. يعني وسائل دفاعيه حتى اللنج لا يتاذى. اللنج جدار ماله داخل الفيولا راح يكون كلش رقيق مثل النفاخه تلف بالهواء. هذا الجدار الرقيق اذا تعرض ل external environment مثل هواء بارد كلش او بكتيريا او فيروس او غبار او ماده توكسيك راح يصير بينه فايبروسيس ويموت. الخلايا هاي ما تتعوض. ف الريسبيريتوري سيستم ايضا من ضمن الفانكشنات هو البلمونري ديفنس. عنده اكثر من وسيله دفاعيه حتى يصل الهواء بشكل صحيح الى الفيولا. بلمونري ميتابوليزم عن هاندلنج اوف بايو اكتيف ماتيريال. بعض المواد يصير بها ميتابوليزم داخل اللنج. وقسم من المواد اللي هي غازيوس يصير بها اكسهاليشن عن طريق اللنج. يعني الاستيتيك الادويه اللي تستعمل بالتخدير قسم كبير من عندها هي عباره عن غاز. راح يكون الميتابوليزم اكسكريشن مالته راح يكون عن طريق اللنج. فاذا هاي مين فانكشن فور ذا ريسبيريتوري سيستم. المحاضره وصلتكم؟ موجوده في الصف. ذا ثيم ريسبيريشن كلمة respiration include three separate functions: ventilation, gas exchange, and oxygen utilization. الventilation هو التهوية، يعني الهواء دخول الهواء من الخارج إلى الداخل. والrespiration هو استعمال يعني دخول إلى داخل ال blood. والutilization على مستوى الخلية، يعني هذا الأكسجين اللي فات على الدم ليش؟ لأن الخلايا تحتاج حتى تحط الATP. فالrespiration يبدي من ال من خارج الجسم من اول ما يدخل الاير من الجسم الى مستوى الخليه. هذا هو المقصود بكلمه respiration. respiration means three separate term or three separate function. ventilation اللي هو البريثنج عمليه التنفس الميكانيكيه يعني سحب الهواء الى الداخل الى داخل الالفيولاي هذا نسميه ventilation. gas exchange بعد ما اوصل للالفيولاي يحتاج هذا الاكسجين جزيئه الاكسجين يدخل الى داخل البلد ويخرج من مكان جزيئه CO2 الى الهواء حتى يصير بين اكسهاليشن او اكسبيريشن الى الخارج. Between systemic capillary and tissue of the body ايضا عمليه دخول الاكسجين الى ان يصل للخلايا هي عباره عن غاز اكسجين.
اوكسجين يوتيلايزيشن بعد ما يدخل الاكسجين داخل الخليه ويستعمل الخليه لتصنيع الاي تي بي من الشوجر او من الفات. فالريسبيريشن يشمل اوكسجين يوتيلايزيشن فنتيليشن اند غاز اكسشينج. الغاز اكسشينج اللي يصير بين الالفيولاي والبلد، والبلد اللي يصير بين الغاز اكسشينج بينه وبين الخلايا، هذا كله ضمن الغاز اكسشينج. وعندنا الاكسجين يوتيلايزيشن بعد ما يدخل داخل الخليه ويستعمل داخل الخليه ل صناعة الاي تي بي من الجلوكوز او من الفنتيليشن هي الميكانيكال بريثينج، عمليه دخول الهواء الى داخل الالفيولا. فعندنا الريسبيريشن، كلمه ريسبيريشن means three separate function. الفنتيليشن ايش نقصد بها؟ ميكانيكال بروسيس ذات موف اير ان اند اوت اوف ذا لانج، عمليه دخول وخروج الهواء من الداخل إلى الخارج اللنج، نسميها ventilation. ventilation أو يمكن إذا ترجم يصير تهوية، يعني دخول الهواء وخروجه بالطريقة الميكانيكية، يعني فقط دخول وخروج الهواء اللي هو عن طريق الconducting zone. هو عبارة عن ممر يمر بين الهواء من خارج الجسم نتيجة اختلاف بالضغط، راح نيجي عليه بعد السلايدات، يدخل الهواء إلى الداخل ويخرج من مكان الهواء إلى الخارج. هذا نسميه ventilation. mechanical process that moves air in and out of the lung. هذه الجزئية نسميها ventilation. oxygen of air is higher in the lung than in the blood. oxygen diffuses from air to the blood. العملية كلها passive. يعني الأكسجين كميته كثيرة داخل اللنج داخل الفيولاي، بينما داخل البلد قليلة. لأنه الأوردة كنجمعت البلد من الخلايا من الأنسجة، كنجمعت CO2 من الخلايا من الأنسجة كويست برودكت اللي يتخلص من عنده. فتركيز الأكسجين راح يكون تقريباً الصفر داخل البلد، والCO2 كلش عالي، بينما داخل اللنج تركيز الأكسجين كلش كثير. فباي ديفيوجن راح ينتقل الأكسجين من اللنج إلى البلد، وبالعكس CO2 يدخل من البلد إلى اللنج. Oxygen of the air is higher in the lung than in the blood. Oxygen diffuses. The diffusion راح يكون passive. CO2 move from the blood to the air by diffusing down its concentration gradient. Concentration gradient تعرفون إيش معناته؟ معناته إذا عندنا مادة تركيزه عالي مكان وقليل في مكان آخر، راح ينتقل من العالي إلى المكان القليل، يسمونه concentration gradient. Gradient يعني إيش هو؟ مثل ساتر. منطقة فيها مادة كثيرة ومنطقة فيها مادة قليلة، ما بس أكسجين، أي مادة، صوديوم، بوتاسيوم. الجسم يتعامل مع المواد، بعض المواد بهاي الطريقة بالباسيف ديفيوجن باي ديفرنسز ان كونسنتريشن جريدينت. فتركيز الأكسجين عالي داخل الألفيولاي، داخل البلد قليل، باي ديفيوجن ينتقل الأكسجين لداخل البلد، والسي او 2 مكان يخرج للخارج إلى داخل الألفيولاي. Gas exchange can occur entirely by diffusion. Diffusion is rapid because of large surface area and small diffusion and the small diffusion distance. The diffusion هو عملية passive ويكون عن طريق the differences in concentration gradient between alveoli and the blood. طبعا المساحة راح تكون المسافة بين the blood والair داخل alveoli راح تكون كلش قريبة، لهذا العملية راح تكون by diffusion. لأن المسافة بيناتهم قليلة، هي خلية واحدة، خلية من البلد فيزل مع خلية من الألفيولا، خليتين ملاصقين ببعض يفصل بين الأكسجين والCO2. هذا هو الفنتيليشن. Respiratory zone. Region of gas exchange between air and the blood include respiratory bronchial and alveolar sac. هاي الالفيولاي المكان راح يصير فيه exchange of gas اللي هي مثل عنقود العنق polyhedral، يعني متعدد الأسطح. طبعا وجود الالفيولاي بشكل متعدد الأسطح وعلى شكل عناقيد مال العنق واحد يم الله، ايش يسوي؟ يزيد المساحة السطحية، يسمح لمكان صغير كلش ياخذ كميات كبيرة من الأكسجين. حاليا حتى الأجهزة لما تريد جهاز عندك بالمختبر يسخن الماء،
لما يمر داخل البوري يسخن الماء، هذا البوري يسوون كويل، يسوون على شكل كويل مثل السبرينج. ليش؟ حتى نفس المساحة، هاي المساحة الصغيرة اللي يتحمله الجهاز نزيد بين المساحة السطحية مع حركة الماء، فالماء يدفع داخل هاي المساحة السطحية. داخل جسمنا كثير هذا البرنسبل موجود، يعني هذا المبدأ موجود داخل جسمنا كثرة. في مكان معين يصير بكويل لتيوب معين، بحيث في مساحة سطحية صغيرة كلش عندك جهاز بينه طول بالأمتار. لاحظ هاي المساحة السطحية القليلة اللي هي موجودة داخل جسمنا، يعني سيرفس اريا كلش كبير، بحيث يسمع الهواء والتبادل بين الفيولاي والبلد. الريسبيراتوري ريجن عندنا كوندكتينج زون وريسبيراتوري زون، منطقة مسؤولة فقط عن نقل الهواء ومنطقة مسؤولة عن الريسبيريشن. اللي مسؤول عن الهواء اللي هي اللي يبدي بالتريكيا، برايمري برونكس اللي هو المين برونكس، أول تفرع يخرج من التريكيا نسميه برايمري برونكس أو مين برونكس، بعدين يجي وراني سكندري وتيرشيري نسميه تيرمينال برونكيول. التيرمينال برونكيول هو جزء من أجزاء الريسبيراتوري زون، لأنه المكان هذا يصير رقيق فممكن يسمح للتبادل الغاز غاز اكستشينج والفيولاي والريسبيراتوري برونكيول. اي مكان يسمح بتبادل الاكسجين راح يكون ضمن الريسبيراتوري زون، اي مكان مسؤول فقط عن نقل الهواء نسميه الكوندكتينج. لاحظ هاي المكان راح يلتقي بين الهواء مع البلد. خليه واحده من خلايا الاندوثيليال سيلز، هذا الاندوثيليال سيلز مال البلد فيزل، هذا النواه مال البلد. لاحظ البلد فيزل الموجود داخل الكابيلاري قريب كلش من الفيولا، ايضا عندنا طبقه واحده من الخلايا اللي هي طبقه الابيثيليوم مال الاندوثيليوم مال البلد فيزل مع الابيثيليوم مال الفيولا، يعني الاكسجين يكون كلش قريب من البلد فيزل او كلش قريب من الار بي سي، فيسمح بتبادل الغاز بين الار بي سي والفيولا او الاكسجين الموجود داخل الفيولا. الالفيولاي بوليهيدرال شيب اند كلاستر لايك يونت اوف هوني كوم. الالفيولاي هو شكل متعدد الاسطح، كلاستر يعني ايش كلاستر؟ يعني تجمعات، كلاستر يعني مثل عنقود او خلايا من نحل. لايك يونتس اوف هوني كوم، هوني كوم يعني خلايا من نحل، هي عباره عن تجمعات على شكل شكل متعدد الأسطح وموجود مع بعض على شكل عناقيد مرعين أو على شكل خلايا من نحل. 300 مليون air sac الفيولاي، يعني 300 مليون air sac داخل اللون، رقم كلش كبير. وهاي الفيولاي تتفق بالهواء وتنكمش، تأخذ الأكسجين تدخله داخل البلد وتأخذ CO2 تطلعه خارج الجسم. لارج سيرفيس اريا يعني المساحة السطحية اللي هو موجود بمنطقة داخل جسمنا ما يتعدى 20 سنتيمتر، بينما كان يعطانا مساحة سطحية شوي تقريبا 60 متر مربع أو حتى يصل إلى 80 متر مربع. Each alveolus is one cell layer thick. كل alveoli الثيكنس مالته هو الثيكنس مال خلية واحدة، لأن الجدار ما يتكون من خلية. Total air barrier is two cell across. فش راح يصير عندي؟ البارية بين الهواء والار بي سي ايش هو؟ خليتين، خلية مال البلد فيزل وخلية مال الفيولاي. لكن كل الفيولاي بينه نوعين من الخلايا، الفيولار تايب 1 والفيولار سيل تايب 2. الفيولار سيل تايب 1 اللي هو ستراكشرال، يعني هو مسؤول عن شكل مال الفيولاي. والفيولار ستراكشر الفيولار سيل تايب 2 اللي هو يفرز مادة السيرفاكتان. سيرفاكتان هذا استمعتم به سيرفس اكتيفيت ايجنت، يعني مواد عباره عن بروتينات تشتغل مثل اشون خلي الزيت للسقاطه مال الباب حتى لا تزحزح او تقلل الاحتكار، حتى انتفاخ الفيولا يكون سهل بالهواء. يعني اي جسم يتحرك يحتاج له دهن او جريز حتى يظل سوفت،
الفيولا تتحرك على مدار العمر كله، يعني تنفتح تاخذ الهواء وتمكنش تدفع الهواء الى الخارج وهكذا باستمرار بدون توقف، عمليه سيمي اوتونوميك، يعني تقريبا هو اوتونوموس. نحن نتحكم بجزء من بعدين راح نجي على التحكم بالتنفس، لكن اجزاء معينه نتحكم بها معظمه هو اوتونوميك. فهذا الاوتونوميك يتطلب انه هذا السيستم يحتوي على بعض المواد اللي تسمح بانه يظل داخل مالته رطب او يتحمل هذه الحركه. فالسيرفاكتان هي مواد تقلل السيرفس، هي سيرفس اكتيف ايجنت تقلل الشد السطحي، حتى هاي الفيولاي دائما تكون سوفت تتحرك وتنكمش وتنبسط بشكل سهل. ما هو يصنعه لا هذاك غير ضابط، هاي ما سيرفاكتان غير ضابط، بعدين تاخذها يسموها سيول للفيولاي فيها غير ضابط، فيها بروتينات لكن فيها مواد اخرى. هنا بس صنع هاي الماده اللي هي اصلا شغله بس صنع هذا مادة السيرفاكتون اللي هي فيولا سيل تايب 2، فقط صنع سيرفاكتون. كونتاكتينج زون اول ذا ستراكشر اير باس ثرو بيفور ريتشينج ريسبيراتوري زون، اي ستراكشر قبل ما يبدا عمليه تبادل الغاز نسميها كونتاكتينج زون. كل اجزاء ريسبيراتوري سيستم اللي هي ما لها علاقه بالغاز اكسشينج اسمها كونتاكتينج زون، يعني يبدي من نيزل كافيتي الى التريكيا الى المين برونكاي او البرايمري برونكس سكندري تيرشيري تيرمينال برونكيول، اي شيء ما له علاقه بالريسبيريشن نسميه كوندكتنج زون. اول ذا ستراكشرز اير باسس ثرو بيفور ريتشينج ذا ريسبيريتوري زون نسميه كوندكتنج زون. ويرمز اند هيوميديفايد انسبايرد اير، مثل ما قلنا وظيفه هذا الكوندكتنج زون شنو هو؟ تنظيف تدفئه تطهير، لانه بي ميوكس وهذا الميوكس بينه فلويد بينه ووتر وبوجود درجة حرارة جسم يتبخر، فالهواء من يمر راح يمر هو رطب، لأن احنا عندنا السيرفاكتان تمام بس هم ما يكفي، لازم الهواء يصير ما يكون جاف، لازم يكون هيوميديفايد ويرم، كنت تنظف من الأتربة. هذا الكوندكتينج زون أيضا يساعد الهواء اللي يدخل إنه يكون نظيف، لأن كل المواد المعلقة داخل الهواء مثل الغبار والحشرات اللي ما نشوفها البكتيريا الفيروسات كلها تترسب داخل الكوندكتينج زون. طبعا الكوندكتينج زون هم عنده ديفنس ميكانيزم يحاول ينظفه عن طريق الميوكس وعن طريق الخلايا المناعيه وعن طريق السكريشنز وايضا عن طريق السيليا الاهداف مال الخلايا اللي هي تدفع الى الخارج. الخلايا داخل الريسبيراتوري سيستم بها اهداف، يعني بيها نهايات مثل الشعر تتحرك إلى الخارج، حركتها بالشكل تدفع الغبار والمواد العالقة إلى الخارج حتى لا تدخل داخل الفيولا. Wimps and humidified inspired air هاي وظيفتها conducting zone، موصل يوصل الهواء وينظفه. Filter and cleans mucus created to trap particles in the inspired air mucus moved by cilia to be expectorated. فلتر اند كلين يشمل الميوكس اللي موجود داخل الريسبيراتوري سيستم، هذا اللي زدته على شكل بلغم هذا ميوكس. هذا الميوكس اذا كان مريض عنده المفروض تنصحه انه ياخذ مثلا دواء مقشر، دواء يساعد على انه هذا الميوكس يتحلل يتحول الى ماء حتى يقدر، يعني مرات هو ثيك يكون كلش لزج، واكو ادويه تسوي له ليكويفاكشن يعني يذوبه حولوا له ليكويد حتى المريض يقدر يزد هذا البلغم. ليش؟ لانه يحتوي على بكتيريا والجراثيم اللي كانت دخلت داخل السبيراتوري سيستم، يحتوي على الغبار، المواد العالقه بالهواء، الحشرات اللي ما نشوفها، فيتخلص منها ويتخلص من هاي المواد معها، وايضا يقلل التشانس انه يصير عنده انفكشن، لان هذا هو بي بكتيريا، من تخلص من عنده راح تخلص من البكتيريا. فالميوكس يدفعه الى الخارج السيليا. السيليا قلنا الاهداب مال الخلايا تدفع الميوكس والمواد الموجوده عليها الى الخارج حتى يتخلص من عنده. ومرات مريض عنده ميوكس كلش ثيك، يعني هو عنده يحس انه عنده بلغم بس ما يقدر يزده او ما يقدر يتقشع لانه هذا البلغم يكون كلش ثيك، فننصحه انه يزيد الفلويد انتيك، ياخذ كميات كبيره من السوائل
وايضا ممكن تنطبع عن الدواء من الادويه اللي يسموها اكسبكتورانت او مواد تقلل اللزوجه مال سبيوتم اللي هو البلغم حتى يتحلل وبالتالي المريض يقدر يزيدوا من الخارج. طبعا الموضوع احنا فيزيولوجي لكن اذا جانا معلومه صيدلانيه دوائيه نذكرها تستفاد منها فيما بعد. تريكيو برونكيال تري نبدي بالتريكيا كونتويت فور فنتيليشن يعني مجهزه مصممه شغلها هو الفنتيليشن التريكيا شغلها ننتقل هواء الى الداخل الممر clearance of tracheal and bronchial secretion ايضا تتخلص من الميوكاس والسكريشن والمواد العالقه مثل الغبار والبكتيريا والجراثيم الى الخارج. الطول مال التريكيا عاده من 10 الى 13 سنتيمتر. The external diameter of trachea is approximately 2.3 cm coronally and 1.8 cm sagittally in men and 1.4 cm in women respectively. The diameter of trachea هو تقريبا 2 cm الخارجي والداخلي تقريبا